نرجع حضرتك للماتش بقى امبارح والكلام اللي هو كان ممكن نعمله ما عملناهوش، وكان في حديث بيني وبين حضرتك قلت انا قبل الماتش شايف ان احنا في تغييرات، يعني في لعيبه كانت تفضل ان هي تكون موجوده على دكه البدلاء استفاد منها، في لعيبه كنت الامنها. اما اعلنوا امبارح التشكيل حسيت بايه؟ يعني انا التشكيل الامانه امبارح لما اعلن ما كانش عندي اي اختلاف غير يمكن في مركزين. المركز الاولاني كنت قلقان جدا على حازم امام، لاني حازم يعني هو ما بيشاركش مع منتخب مصر من فتره طويله، هو لسه منضم حديثا يعني المباراه اللي هي الغانا الاولانيه والمباراه الثانيه، لما هو بيأدي اداء كويس جدا مع نادي الزمالك في الفتره الاخيره، فدي يمكن ده يمكن المركز اللي كان قلقني. الحاجه الثانيه ولكن حازم امبارح ادى اداء كان رائع الحقيقة. عالي جدا 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 جدا، ان هو لعيب عنده امكانيات غير طبيعيه. انا لما حازم بيبقى موجود في الملعب بحس ان هو دايما، انا حتى اقول له انت بتعمل حاجات انت مش عارف انت بتعمل ايه، فاللي قدامك اكيد هو مش هيعرف انت بتعمل ايه، فهو فعلا عنده امكانيات وعنده دليبر، لعيب طبعا دليبر هايل جدا جدا جدا، لعيب سريع، لعيب مهاري، بيتحرك وعنده الحته اللي بيخش بيها على جوه دي، هو عنده ميزه يعني دايما تلاقي لعيب بيستفيد بسرعته لقدام، انما حازم لا، الاثنين بيقدر يدخل لجوه وبيقدر يطلع لبره، فدي ميزه.